حرية الحركة. حرية الحركة؟ حرية الحركة. ما في حركة عشان نطلع نعرف كيف بدنا نعرف الشيء احنا مش بدين. نخش معابر نمشي نطلع من غير ما حد يوقفنا من غير ما نرجع نستنى شهر وشهرين نطلع. حرية الحركة يعني ان احنا نطلع برا ونرجع ونحنا نقدر نسافر ونرجع نجيب مصاري وندخل مصاري. حرية الحركة شيء كتير رائع يعني يا ريت نوصل له يا ريت. أول حاجة حروحها أطلع الضفة الغربية والقدس. أكيد كنت رح أتنقل وأروح كل البلدان اللي نفسي أروحها وأجرب ثقافات جديدة وأروح أماكن كتير أزور. بقدر مثلاً أعمل لي مثلاً بريك في الحياة أطلع مثلاً على أي دولة. بسافر والله وين ما بدي بروح أطلع أمريكا عند سيدي مثلاً أي سيدي عند بأمريكا. يعني ممكن تبدع ممكن تجيب تدخل بضاعة مثلاً واحد بده بضاعة في البلد يدخلها ويطور من شغله هنا. مش عارف ايش يسوي. يكون 5G مثلا او حيكون العمارة حتكون بشكل كبير، المستشفيات حتكون مطورة، اي باقي المؤسسات الحكومية حتكون فعالة بشكل اكبر. وانه كمان الكهرباء بتكون دائما، المية ما بتنقطع. لو كان كل واحد فينا قادر على انه يسافر بالوقت اللي هو بده اياه، يطلع ويرجع على بلده بالوقت اللي هو بده اياه، بتوقع ما حدش راح يفكر بالهجرة في يوم من الأيام. إيه على قلية إحنا بدل ما إحنا نطلع برا هم اللي يجونا يتسيحوا عنا نعمل إيه عنا السياحة تبدأ. لو المعابر مفتوحة بتصير كل العالم يجي على غزة. إنه الحصار كله ينفك شامل عن قطاع غزة. ومن هالانقسام ما بين حركة حماس وفتح. هذا الاحتلال هو طبعا العامل في هاي المشاكل. إحنا مخنوقين، فش إحنا مش بحرية. العالم أجمع يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني بحقي أنا كمواطنة فلسطينية بحرية التنقل والحركة.